والمدار 30 إمارة المؤمنين الشرقية والإصلاح. وأقول بحول الله إن المستقر لأقوال علماء الأحكام السلطانية وفقهاء السيادة الشرعية يستنبط العلل الشرعية والعلمية التي بنوا عليها أصالة إمارة المؤمنين أصالة تابعون لكلها الآن من التوالي. بنوا عليها أصالة إمارة المؤمنين وجعلها من الثوابت في النظرية السياسية الإسلامية. فربط الإمارة بالإيمان مؤسس على الإدراك العميق لتطهير الإيمان للسلطة السياسية التاريخي، لا أقول التاريخ الإسلامي وأتمنى التاريخ الإنساني. ولذا سأتناول في هذه المفاتحة بإذن الله ثلاثة مسائل. المسألة الأولى وهي مفهوم الإمارة الإيمانية، وأنا أستنبط هذا من إمارة المؤمن مع علاقة الإمارة بالإيمان. ثم المسألة الثانية مسألة الإمارة الإيمانية ومبدأ الشرعية السياسية. سنحاول أن نتكلم شيئا ما عن مفهوم الشرعية وعلاقته بالمشروعية وعلاقته بالشرع. ثم المسألة الثالثة وهي إمارة المؤمنين أو الإمارة الإيمانية بالإصلاح. وقد أقف عند المسألتين فقط لقضية الوقت. فيما يتعلق بالمسألة الأولى انطلقت من نص لابن خلدون قسم فيه بمنهجه التجريبي الملك باعتباره الاجتماع الضروري للبشر الى ثلاثه اصناف. هذا تقسيم ابن خلدون. الملك الطبيعي وهو حمل الكافه على مقتضى الفرائض الشرع، والسياسي وهو حمل الكافه على مقتضى النظر العقلي في جلب المصالح الدنيويه ودفع المضر. والخلافة اللي هو التالي وهي حمل الكافة كما سمعتم وهي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية راجعا إليها، إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة، فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به، سياسة الدنيا بالدين. وهذا كلام مهم جدا. ويظهر أن تعريف ابن خلدون للخلافة مستفاد مما سبقه من الدارسين والعلماء ولا سيما أبو الحسن المروزي في كتابه الأحكام السلطانية كلامي عن الإمامة تعريفا وحكما شرعيا. فقال المروزي: الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا، وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع وإن شد عنه الأصل. هذا من المعتزلة. إذا بين لنا حكم الإمامة، وهناك آيات كثيرة وأحاديث سيطول الوقت وهي عندي الآن لو ذكرتها كلها. من ضمن الآيات قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وتحتاج يعني هذه الآية تحتاج إلى نظر، وخصوصا توقف عند منكم، لأن المفسرون كثير ما يقفون عند الطاعة، طاعة الله وطاعة الرسول، لكن منكم هذا اللفظ هنا يحتاج إلى كثير من التأمل في فقه السياسة الشرعية. ثم كذلك من قول صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فكيف يأمر الله تعالى بطاعة أولي الأمر وليس وجوده بأولي الأمر اللي هو السلطان وليس وجوده واجبا؟ وكيف يموت من يموت وليس في عنقه بيعة ميتة جاهلية والإمام ليس واجبا؟ فليس كلامي على هذا. فقد أرجح الأشاعرة ومنهم ابن خلدون أن الإمامة واجبة بالشرع لا بالعقل، وهذا خلاف، ونحن نثبت على أنها بالشرع قبل العقل، وفرضها على الكفاية لا على الوجوب، وأنها من الأصول الاجتهادية
لا من الأصول العقدية الإيمانية، وإن كان لها ارتباط بالعقيدة والإيمان كما سيتبين. فهي صورة، يعني هذه الخلافة وهذه الإمامة صورة من صور الحكم في الإسلام، لأن وسائل التحقيق وظائفها ومقاصدها عالية للاجتهاد والتجديد. ومن هنا يميز كثير من العلماء ضمن الأصول العقدية، لأن يعني فيها اجتهاد وفيها كثير من القضايا المرتبطة بفقه الواقع. ووصف الخلافة من الناحية النظرية بكونها من الناحية النظرية، لاحظ لأن الواقع قد يختلف عن هذا المفهوم، بكونها حمل للكافة على مقتضى النظر الشرعي، يدل على أنها فعل اجتهادي سياسي لا يستقيم إلا ببنائه من لدخول الأمر من الحكام والعلماء على قاعدة المنظور الاستخلافي الجامع لمقاصد التوحيد والتعمير والتكريم. فبالإعتماد على هذه القاعدة، تم في تاريخ التداول السياسي الإسلامي تأسيس الشرعية السياسية للحكم، سيأتي تفصيلها إن شاء الله بعد الشيء فيها. وتمت صياغة ألقاب سياسية للحكام نحو لقب الإمام، لقب أمير المؤمنين، أمير المسلمين كما هو الشأن ليوسف التاشفي في الدولة المواطنية. وإذا كان اللقب بأمير المؤمنين من سمات الخلافة وهو محدث منذ عهد الخلفاء الراشدين، فإنه يكشف أن الارتباط بين الإمارة والإيمان ليس قضية عفوية. قد ذكر هذا ابن خلدون على أن هناك من قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصفه هكذا بكونه أمير للمؤمنين، أو أنه جاء بعض الناس من جهات أخرى من الفرسي وأطلقوا هذا الاسم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذا القضية ليست قضية عفوية أو استحسانية، وإنما هي قضية اجتهادية في تقسيم فعل السياسي الشرعي المجتمعي من قواعد الإيمان، وتبيان أن فعل السياسي في بنائه ووظيفته مرتبط بالأحكام والمقاصد والوسائل. سيطول التفصيل في هذا أيضا، علاقة بالأحكام، الأحكام الشرعية، وبالمقاصد، وبوسائل تحقيق هذه المقاصد. فالإمارة الإيمانية سياسة شرعية جارية على منهاج الدين في تنظيم علاقة السلطة بالمجتمع أو الأمة قصد تحقيق الصالح العام. وبهذا البيان لا فرق بين الإمارة والشريعة، وهذا ما لاحظه ابن القيم سواء في كتابه الطرق الحكمية أو في كتابه بدائل الفوائد، بأن الشريعة هي الإمارة، وهذه السياسة إما سياسة عادلة فهي جزء من الشريعة وقسم من أقسامها، أو سياسة باطلة فمضادة للشريعة مضادة الظلم للعدل. هذا كلام ابن القيم. وتتشكل هذه العلاقة، علاقة الإمارة بالإيمان أو ما أسميه الإمارة الإيمانية، من العناصر الآتية: أمة يسمها الإيمان بالله تعالى ومقتضيات الإيمان كثيرة. ثانيا مبدأ الخضوع للشريعة أحكام ومقاصد. ثالثا علاقة التعاون والتضامن. رابعا الوظيفة الحضارية تنظيم مصالح الناس ودفع المفاسد عنهم في الدين والدنيا. إن هذه أربعة عناصر وأهم شروط هذه المسؤولية: أولا مؤسسة الإمارة وينتظم أمرها بإمام أو أمير للمؤمنين. ثانيا الطاعة في غير مخالفة الشرع والحق والواجب. ثالثا عقد البيعة الذي يقوي الترابط بين مؤسسة الإمارة وأفراد المجتمع، وليس فقط يعني هذا العقد ليس فقط من حيث إقرار العهد والطاعة، وإنما مضمون تعاقدي على تحقيق الصلاة، لأن هناك عدد من الباحثين لا سيما في السياسة المعاصرة طبعا المشترقين يريدون أن يقولوا على أن البيعة هي مضمون للعهد فقط وليس مضمون عقدي، بمعنى أنه عقد له مقتضيات لتبادل المصالح. رابعا ظهور أهل حل وعقد من العلماء والمجتهدين في معرفة حق الدين وسياسة الدنيا. ومما تكشف هذه العناصر الشروط أن الفكر السياسي
المرجعية للفقه السياسي الإسلامي عن موضوع القانون الروماني أو الفلسفة السياسية اليونانية، وإن كنا نجد في كتبة كتاب حكام السلطاني للمواضيع استشهادات كثيرة بآداب وأخلاق واستفاد من الفقه اليوناني أو كذا، فهناك بعض الباحثين يرى أن هذه الأمور موجودة في هذه الكتب، إذن فالفكر السياسي هو المؤدي، بمعنى أن الفكر السياسي الإسلامي أو نظرية الإمارة مستفادة هي مأخوذة من الفكر اليوناني أو من الفكر الروماني. فإذا أقول أن هذه العناصر والشروط تكشف استقلال المرجعية السياسية عن موضوع القانون الروماني أو الفلسفة السياسية اليونانية من حيث النظر إلى السياسة العقلية والطبيعية، كما بين ابن خلدون. لأن ما بين السياسة العقلية هو مثل السياسة الطبيعية، وإذا نحن السياسة الشرعية مرتبطة بكتاب الله عز وجل. إذا هذا بالخلص مفهوم الإمارة الإيمانية المرتبطة بالقرآن المؤمن. المسألة التالية، الإمارة الإيمانية ومبدأ الشرعية السياسية، هنا سأتوقف عن شيء. تبين عناصر الإمارة الإيمانية وشروطها حقيقة كونها أصلا معرفيا لقيام المشروعية السياسية، وبهذا صارت مؤسسة الخلافة في تاريخ المسلمين وعاء عقديا وسياسيا وجدت فيه الدول الإسلامية المتعاقبة في مصر والمغرب وكذلك الدولة الحديثة في صفافية الأوطان الإسلامية ما يصاعن مسلكها في بناء السلطة على القوة المتغلبة والمبادئ الشرعية. فإمارة المؤمنين تجمع بين الشرعية والمشروعية وآلية الشرعنة. سيأتي التفصيل في الفرق ما بين الشرعية والمشروعية، وسنبين أن كلاهما واحد عندنا نحن. أما آلية الشرعنة فمنها مثلا البيعة والفصل بين الصورة. البيعة قدمت على أن هذا العقد لا بد أن يكون شرطا في صورة إمارة إيمانية، ثم كذلك الفصل بين الصورة، وهذا كان حتى في عهد الصحابة رضي الله عليهم. الفصل بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. وأحكام قضائية في حق عمر بن الخطاب أو في حق الولاة كثيرة جدا، مما يبين أن هذا الفصل الذي يشاد له الآن المنبسطي وغيره، يعني هو موجود في هذه النظرية السياسية التي نتكلم عنها. فالخروج عن الشرعية خروج عن المشروعية والعكس في النظرية الإسلامية. وإذا كانت شرعية الإمارة الإيمانية تأيم على الشرعية الدينية من حيث أن أصل الفعل السياسي والممارسة السياسية هو موافقة الشرع وتحقيق مقاصده، فإن مفهوم الشرعية في الفكر السياسي الحديث تنوع في الفهم وفي الاتجاه. فمن حيث الفهم ثمة من اعتبر أن شرعية الدول لغاليتي ومشروعيتها لجيتيميتي أمر واحد، فمونتسكيو يرى أن الدولة المشروعية الحكومة بقوانين ويعني شرعيتها، وثمة من يرى أن الشرعية هي التطابق مع القوانين والمشروعية هي التطابق مع الأفكار العامة المنتشرة في جماعة معينة، فيستعمل مفهوم المشروعية حينما يتعلق الأمر بالحق والسلطة، ويستعمل مفهوم الشرعية بممارسة السلطة. وثمة من يرى أن الشرعنة ليجيتيماسيون هي أساس المشروعية، فالحكم لا يمكن أن يكون مشروعا إلا إذا كان له وضع على امتلاك وسليم شرعي. قبل أن يعني يتناول يعني شيء من النقد هذا الكلام، أقول من حيث الاتجاهات فيمكن توضيحها أيضا من النظر، يعني هناك اتجاهات بالتعديل ولكن أنا قست على ماكس فيبر. هذا الذي يميز بين ثلاثة أنماط من النماذج لشرعية السيطرة أو شرعية السلطة والتغلب. ثلاثة نماذج: الشرعية الكاريزمية وهي التي تفيد السيطرة المطلقة على جماعة الناس يؤمنون إيمانا قويا وثابتا وأن الحاكم يتبع بخطوات فائقة ينفرد بها عن باقي الناس. وقيل دقيقة حسب السيد عبد الهادي. أنا صار الشخصية هناك الشرعية التقليدية وتتكلم على بقي دقيقة الحمد لله كثيرا سأحتاجها لن أحتاجها حينما ينتهي. الشرعية التقليدية تتكلم على الاعتقاد بشرعية التقليد
والشعية العقلانية وتعتكف على الاعتقاد بشعية القوانين والضوابط. أنها تجاوز كثير منكم ومن خلال ما تقدم عنكم الشعية الفكر السياسي الحديث يؤمن من القول إن الشعية في إماطة المؤمنين وفي السياسة الشعية لها مدلول علمي وتجاوز في التقصير النظر لمقاربة فيكس ماكس فيبر. فلا المقاربة التي تعتبر أن الشعية هي سيادة القانون ولا المقاربة التي تعتبر أن الشعية قائمة على التقاليد وتندرج فيها الدولة الدينية التي عرفتها أوروبا ولا المقاربة العقلانية التي تعتقد أن الشعية الطاعة السياسية التي بها تقبل غالبية أفراد المجتمع والنظام السياسي وخضوع لها طواعية اعتقاد أنه سالك من أهداف المجتمع ويعبر عن قيمه. وذلك أن الشعية في إمارة الإيمانية وفي إمارة المؤمنين لا تعرف الفصل بين الشعية السياسية والشعية القانونية. فالشعية القانونية هي التي تصدر الأحكام التي تصدر القانون. فالشعية القانونية لا توجد في السياسة الشرعية وإنما توجد قدسية النصوص الشرعية والاجتهاد في فهمها والاستنباط من هذه القواعد المنهجية الأصولية والمقاصدية. فأمير المؤمنين لا يستملك حقه في الحكم من خلافة لله الأرض وإنما من الشرعية الدينية ومن المؤمنين. فبيعة المؤمنين عقد يحقق مقتضاه للفعل السياسي وهو العهد على الإصلاح والصلاح. فالشرعية السياسية دينية في المرجع عقلانية في النظر والعمل وعليها تتأسس علاقة الحاكم والمحكوم بالله تعالى. في الأول يفرض عليه اتباع الشرع ومقاصده العليا والثاني يفرض عليه الطاعة في حدود الاحترام. ولذا كانت الشرعية جامعة للطاعة من حيث هي أمر شرعي لا علاقة له بالسلطة بغض النظر عن طريقة تنصيبها وممارستها. كما أنها من جانب آخر طاعة شرعية وظيفية لا طاعة شخصية فلا طاعة للمخلوق في خصيته الخالق. فالطاعة في الإمارة الإيمانية تامة على مقتضى الشرع الذي يحدد كيفيتها وشروطها ومقاصدها. وبهذا تصير الطاعة مستقلة عن أهواء البشر في ارتباطها بالديانة تحديدا وحدودا وهو ما يمكن المطيع من ممارسة الحسبة بالآليات الشرعية المناقضة للفتنة والفوضى في العمل بالمعروف والنهي عن المنكر. إن إمارة المؤمنين إن عمارة المؤمنين جواب النظر وتجريب لسؤال السياسة والدين والاستدلال على بناء تجديد السياسة على الشرعية الدينية بحيث يكون الدين مرجعا للسياسة باعتبار فعلا لجلب الصلاة. وعلى الرغم من الممكن التاريخ الحاصل من ارتباط السلطة السياسية في الواقع بالهيمنة والتغلب والسيطرة فالمقصود من الإمارة الإيمانية هو أن تكون على مقتضى الإيمان المنتج للقيم الكريمة والأخلاق العظيمة المانع من تلبس السلطان بالطغيان والاستبداد. وكذلك تكون سدا منيعا امام استبداد قيام الشعب الحكيم بقيم العقلانيه البشريه التي تعمل على بناء الدين طقوس وعادات وتقاليد مجتمعيه. فاماره المؤمنين نتاج رؤيه الحضاره التي تؤسس الانسان الائتماني الذي يجمع بين القيم الدينيه القويمه والعقلانيه الصالحه. عندي كلام كثير فيما يتعلق ايضا بالواقع المعاصر وعلاقته بالشرعيه لا سيما بعد الاستقلال وكيف عملت اماره المؤمنين على المزج بين الاصيل والحديث وهذا يقوم النظام الاسلامي المغربي في هذا الارتباط بالمفهوم الايماني ومفهوم الشرعي وكذلك بالعين المفتوحه على الاجتهادات البشريه في البناء الاجتماعي والبناء السياسي. اقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين.